ومن إدلب ينضم إلينا هاشم العبد الله مراسل أورينت نيوز. أهلا بك هاشم. طبعا نريد أكثر تفاصيل صورة الوضع عن إدلب وأيضا عن ريف إدلب. هاشم. نعم هاجر، اليوم هو آخر يوم في شهر رمضان المبارك ووقفة عيد الفطر السعيد. اليوم الطيران الحربي والمروحي نفذ عدة غارات جوية على مناطق في ريف إدلب، وخصوصا في مدينة جسر الشغور. هنا في مدينة جسر الشغور استهدف الطيران الحربي اليوم بثلاث غارات جوية مدينة جسر الشغور بالصواريخ الفراغية، أدت إلى استشهاد مدني وجرح سبعة آخرين. فرق الدفاع المدني والإنقاذ قامت بانتشالهم وإسعافهم إلى المشافي الميدانية. أيضا المنطقة التي استهدفت هي منطقة مدنية وأحد الأحياء السكنية داخل المدينة وإحدى مولدات الكهرباء بالقرب من إحدى المدارس داخل المدينة. يعني بأقل من ساعتين من هذا الاستهداف قام الطيران المروحي بإلقاء البراميل المتفجرة على المدينة وقطع للطريق الشمالي. بدوره الدفاع المدني قام بفتح الطريق لتسهيل حركة مرور المدنيين، ولم تسجل أضرار بشرية في القصف بالبراميل المتفجرة، واقتصرت على الماديات واستهداف للمنشآت العامة في المدينة. بالنسبة لي أيضا استهدفت بلدة البارة في جبل الزاوية بأربع غارات جوية أدت إلى سقوط شهيد وأكثر من ستة جرحى في داخل البلدة. اليوم الطيران المروحي والحربي لم يفارق أجواء المحافظة. الطيران الاستطلاع أيضا حلق فوق سماء مدينة إدلب، والطيران الحربي دون تفجير أي غارات جوية. اليوم يعني كما ذكرت لك يا هاجر، اليوم هو وقفة عيد الفطر. كالمعتاد كانت هناك حركة كبيرة في الأسواق والشوارع، هناك الناس ينزلون إلى الشوارع ليتبضعون ولتجهيز ويستعدون لعيد الفطر بعد صيام شهر كامل، لكن الصورة تبدو يعني هذا العام هي مختلفة. في الأيام القليلة الماضية كانت هناك حركة مقبولة وتحسن للحركة في الأسواق، لكن في هذا اليوم وفي يوم الوقفة الطيران الحربي كثرة الغارات الجوية و حتى التحليق المكثف منع خروج الأهالي إلى الأسواق. هناك أعداد قليلة داخل الأسواق، حركة السوق وحركة الشراء والبيع يعني تقريبا هي شبه متوقفة. هناك تخوف من الأهالي لحدوث مجازر. كعادته النظام أحيانا في مثل هذه الأيام من العام يقوم بقصف التجمعات السكانية، كونها خصوصا في الأسواق كونها مكتظة بالسكان. أشكرك هاشم العبد الله المدني، يعني أشكرك هاشم العبد الله مراسل أورينت نيوز مباشرة. نعم من إدلب بعجالة. تفضل. نعم تفضل هادي، تفضل تفضل هاشم. نعم نعم بعجالة، يعني الدفاع المدني يعني هو شهريا يقوم ب وضع احصائيات عن عمل الشهر الكامل، يعني حيث كان هناك خمس مجازر في محافظة إدلب بشكل عام ان كان مدينة وريفة. وثق الدفاع المدني سقوط 161 شهيد تم انتشالهم من تحت الانقاض، اكثر من 650 جريح تم اسعافهم الى المشافي الميدانية والنقاط الطبية، اكثر من 72 حريق تم اخماده في المحافظة، بالإضافة إلى 638 حادثة قام الدفاع المدني بالتدخل وإنقاذ المدنيين. وحتى من بين تلك العمليات هي عمليات خدمية قام بخدمة الأهالي من فتح طرقات وخدمات الصرف الصحي. شكرا لك ولجهود الدفاع المدني. هاشم العبد الله مراسل أورينت نيوز مباشرة من إدلب كنت معي.